أهلا بكم إلى نشرة الجديد عربية، وإليكم أبرز العناوين. مباحثات أمريكية إسرائيلية لدراسة بدائل لعملية إسرائيل البرية في رفح. بلينكين يبحث في السعودية وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبد العزيز. نوفو نورديسك يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية وتشخيص الأمراض. تحول الأنظار العربية اليوم إلى القاهرة مع استضافتها اجتماعا وزاريا بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ووزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن بمشاركة إماراتية وفلسطينية. بلينكين ولدى وصوله إلى العاصمة المصرية التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حذر من عواقب خطيرة في حال حصول أي عملية عسكرية في رفح. وفي المملكة العربية السعودية اجتمع بلينكين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال بلينكين إن واشنطن تدرس بدائل التعامل مع حركة حماس، معبرا عن تفاؤل واشنطن بالتوصل إلى صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، ومؤكدا قرب التوصل لاتفاق تهدئة. وربطا بهذا الملف، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير إن مؤشرات تل أبيب بشأن صفقة التبادل ليست جيدة، لكنها تأمل أن تشهد تحولا وفق تعبيره. والأمال هذه يترقبها الفلسطينيون تحديدا حيث السواد احتل أيام الأعياد. هو عيدها حيث عطرها يتعاقد مع وصول الربيع، لكن واقع الأم في العالم العربي وغزة على وجه الخصوص لم يعرف للعيد طريقا. مباحثات أمريكية إسرائيلية لدراسة بدائل للعملية البرية في رفح. أحرقت قوات الاحتلال المنازل والأبنية المحيطة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما أمرت النازحين بإخلائه فوراً والنزوح نحو جنوب القطاع، وإلا سيتم قصفه، بينما واصلت الطائرات ضرب المناطق السكنية خاصة في وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة اغتالت قوات الاحتلال 8 مقاومين فلسطينيين في جنين ورام الله ومخيم نور شمس، كما أعدمت شاباً للاشتباه بتنفيذه عملية طعن. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن مؤشرات تل أبيب بشأن صفقة التبادل ليست جيدة، لكنها تأمل أن تشهد تحولاً وفق تعبيره. ووصف المسؤول الإسرائيلي مفاوضات التبادل بالمعقدة والصعبة، مشيراً إلى أنه لا يزال يمكن التوصل إلى صفقة. بهذا الصدد، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوف جالانت في اتصال هاتفي الحاجة لدراسة بدائل لشن إسرائيل عملية برية كبيرة في رفح جنوب قطاع غزة. ولم يشر البيان الأمريكي إلى تفاصيل هذه البدائل، لكن الإدارة الأمريكية أعربت مراراً عن معارضتها لقيام الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية كبرى في رفح، خوفاً من سقوط عدد ضخم من المدنيين. ويأتي الاتصال قبل زيارة للوزير الإسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وقال البيان أن أوستن أعرب عن تطلعه لاستضافة جالانت. وأشار البيان أيضاً إلى أن الوزيرين بحثا مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، إضافة للحاجة لمزيد من الجهود لحماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر المعابر البرية. في جنوب لبنان، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف يارون، ونفذ الطيران الحربي غارة جوية استهدفت بلدة العديسة. إلى ذلك، نشرت صحيفة يدعود أحرنوت الإسرائيلية صورا عن حجم الدمار والأضرار في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان. طلبت مواطنة فرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته مدينة مارسيليا عدم السماح بقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ تشرين الأول 2023. Et chacun voit ce qui porte
C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ce qui est vrai, c'est que ça prend du temps. On ne veut pas de ça. في البانوراما الإقليمية، بلينكين يبحث مع السعودية وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. السودان ستشهد أسوأ أزمة جوع في العالم وإغلاق معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس بعد خروجه عن السيطرة. استهل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين جولته إلى الشرق الأوسط بزيارة إلى السعودية، بحث خلالها مع الأمير محمد بن سلمان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية. كما التقى بلينكين نظيره السعودي فيصل بن فرحان وناقشا أيضا تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل جميع الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحة. حذر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن السودان في طريقها لتشهد أسوأ أزمة جوع في العالم مع ارتفاع معدلات سوء التغذية وحصد أرواح الأطفال بالفعل، إذ أن ثلث سكان السودان أي نحو 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويمكن الوصول إلى مستويات جوع كارثية في بعض مناطق إقليم دارفور بغرب البلاد بحلول موسم الجعاف في شهر أيار مايو. A recent MSF report revealed that one child is dying every 2 hours in Zamzam camp in El Fasher, North Darfur. Our humanitarian partners estimate that in the coming weeks and months, somewhere in the region of around 222,000 children could die from malnutrition. أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا سحب أعضائها من منفذ رأس جدير حدودي مع تونس، معلنة أنه خرج عن السيطرة بعد اقتحام مسلحين للمعبر مساء الاثنين الماضي. وقالت في بيان في ساعة مبكرة اليوم الخميس إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي أمر بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية حفاظا على الأرواح والممتلكات. ويعد معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أهم معبر بري لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنه أيضا منفذ للتهريب تتنافس الميليشيات المسلحة الليبية على السيطرة عليه. ومعنا عبر زوم رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور اللواء أحمد الشهري. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا نور، وكل عام أنت بخير. وأنت بألف خير دكتور أحمد. السعودية مصرة على ضرورة وقف إطلاق نار فوري في غزة، ولا شك أنه تم بحثه مع بلينكين، فهل هناك من تجاوب من الإدارة الأمريكية مع الطرح السعودي، وما هو مطلب القيادة السعودية من الحكومة الأمريكية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر التحية لك أستاذة نور والأخوة والأخوات مشاهدي تلفزيون الجديد. شكرا. المملكة العربية السعودية الحقيقة منذ أحداث 7 أكتوبر كان موقفها واضحا وجليا للإدارة الأمريكية وكذلك لإسرائيل، وهو ضرورة وقف الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات وكذلك وقف التهجير القسري والعودة إلى المسار السياسي. هذه الحقيقة 4 ثوابت في الموقف السعودي. جاء السيد بلينكين للمملكة العربية السعودية 6 مرات وآخرها هذه المرة، والموقف السعودي لا زال ثابتا كما هو. يشاركه بذلك الحقيقة الموقف الخليجي والموقف العربي. للأسف الشديد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فقدت زمام البوصلة في إدارة هذا الصراع. منذ بداية الأزمة اصطفت الإدارة الأمريكية مع إسرائيل بدعم لا محدود مادي وعسكري، وبالتالي ضاعت أو ضاع المفتاح الأمريكي في إدارة الصراع. ماذا طلب اليوم بلينكين للبحث عن حل، ولكن
المشكلة أنه لا يستمع للنصائح السعودية. دكتور أحمد، ماذا اليوم طلب بلينكين من الحكومة السعودية؟ ما هو الطرح الذي جاء به بعد 6 مرات من الزيارات إلى الشرق الأوسط؟ ماذا قال اليوم للقيادة السعودية؟ للأسف هو يأتي بمواضيع جانبية مثل دمج إسرائيل في الوطن العربي، إحلال السلام في الشرق الأوسط، محاولة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، عملية المصالحة مع الفرقاء، مشكلة كيف اليوم كيف ردت القيادة السعودية على هذا الطرح؟ ماذا كان في جعبتها للسيد بلينكين؟ الرد السعودي كل هذه ممكن، كل هذه الملفات قابلة للحوار، لكن كيف يمكن أن نذهب إلى مسار السلام في الشرق الأوسط وآلة الحرب تبيد الشعب الفلسطيني؟ هذا لا يمكن. هناك تسلسل في التعاطي مع الأحداث. دكتور أحمد، رقم واحد هو وقف الحرب أولا، ثم بعد ذلك أيضا لا بد لإسرائيل أن تعترف بالسلام. ولذلك الإشكالية أنه ليس هناك إدارة يراهن عليها بالسلام سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الجهود السعودية، الجهود الإماراتية، الجهود القطرية، الجهود المصرية، الجهود الأردنية، كل هذه الحقيقة الجهود للدول الفاعلة في هذا الموضوع لم تثمر. لماذا؟ لأنها تأتي إلى نتنياهو الذي لا يملك زمام الحل وليس له رغبة في السلام. الآن في هذا الوقت الآن سيعقد لقاء في القاهرة، أو عقد الآن أو يعقد الآن، مع السيد بلينكين وبعض من وزراء الخارجية العرب. ما هو المنتظر من هذا اللقاء برأيك؟ الحقيقة الموقف العربي أو الموقف السداسي الذي سيستمع إليه نتنياهو واضح جدا، وهو الضغط على نتنياهو للقبول بمبدأ السلام، الضغط على نتنياهو بمبدأ أنه ليس بالشرط أن تدمر غزة من أجل أن تصنع انتصارا. أنت لم تصنع انتصارا أصلا، أنت لم تحقق شيئا من أهدافك التي أعلنت عنها، وهي تدمير الأنفاق واستعادة الأسرى وتدمير حماس. هذه الأهداف الثلاثة يجب على نتنياهو أن يدرك أنه لم يحقق شيئا منها. هل يمكن؟ وبالتالي لا بد أن يعود إلى الداخل الإسرائيلي ويرضى بمصيره الذي سينتظره، وهو المحاكمة والإقصاء من السلطة. دكتور أحمد، هل يمكن اليوم التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة؟ وهل ستسعى الإدارة الأمريكية إلى فرض المزيد من الضغوط على إسرائيل؟ نعم، الآن هناك حراك لهدنة من 6 أسابيع. وبالتالي أنا أعتقد أنه مثل هذه الحلول، أنا من وجهة نظري كمراقب، هي حلول ترقيعية. ماذا يحدث بعد 6 أسابيع؟ إسرائيل تريد أن تأخذ كل شيء مقابل هذه الهدنة، ثم بعد 6 أسابيع تعود لاجتثاث واجتياح غزة من جديد. حماس أيضا أعطت شروط أو استبقت على شروط تبقي أو تمنع إسرائيل من اجتياح غزة مرة أخرى ووجود الضامنين. لذلك نتنياهو حتى فيما يتعلق بالهدنة ليس هناك جدية. يفترض أن يقبل أو تقبل إسرائيل بهذه الهدنة، وأيضا تقبل ببقاء جزءا من الرهائن لدى حماس للتباحث حولهم في الحل النهائي، أو أن تقبل بهدنة دائمة وإفراج كامل عن الأسرى في الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، والذهاب إلى مسار سلام وفق حل الدولتين ووفق مخرجات قمتي الرياض العربية والإسلامية. شكرا. السؤال الذي أنا أطرحه كما تطرحينه أنت أستاذة نور، وهو أنه هل يوجد في إسرائيل حكومة ممكن أن تقبل بسلام الشجعان؟ أنا أقول لا. هل توجد في واشنطن حكومة أمريكية قادرة على فرض سلام مثل ما فعلت في أيام الرؤساء السابقين بوش وريغان وكلينتون وإلى آخره من الرؤساء، عندما كانوا يستطيعون أن يفرضوا سلام مثل ما حصل في يوغوسلافيا أو حصل في بعض الدول؟ أعتقد أنه حتى إدارة بايدن ضعيفة في الوقت الحاضر. شكرا لك. تريد أن تبقي على شعرة معاوية مع إسرائيل وهي مقدمة على انتخابات أمريكية يحتاجون فيها إلى الصوت الإسرائيلي واليهودي. شكرا لك دكتور أحمد الشهري، كان معنا من الرياض مباشرة دكتور أحمد الشهري. والآن نتابع تفاصيل النشرة.
واشنطن تقدم مشروع قرار لوقف حرب غزة وإسقاط 31 صاروخا في أجواء كييف وإنقاذ 69 لاجئا من الروهينجا قبالة سواحل إندونيسيا. وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل للمرة السادسة على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة، موازاة مع شروع وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في جولة شرق أوسطية لبحث جهود الوساطة لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع. ويقر المشروع بضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الأساسية ودعم الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار المتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين. أقر سلاح الجو الأوكراني بإطلاق روسيا 31 صاروخاً على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الخميس، معلناً إسقاط جميع الصواريخ في منطقة العاصمة كييف. وكانت سلطات بلدية كييف قد أعلنت عن سقوط صاروخين داخل المدينة، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص ووقوع أضرار في عدة أحياء في كييف. أنقذت السلطات الإندونيسية 69 لاجئاً من الروهينجا على الأقل غداة انقلاب قارب كانوا على متنه قبالة سواحل منطقة غرب أتشاي. وفق ما أفاد صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية كان على متن سفينة الإنقاذ، وكان صيادون أفادوا أمس عن إنقاذ 6 أشخاص بينما جرفت التيارات القوية عدداً آخر. خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبد العزيز تربط السعودية بستة موانئ إقليمية ودولية. الكونغرس الأمريكي يسابق الزمن لتجنب إغلاق حكومي وحزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا. أضافت شركة السفين التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي خدمة شحن جديدة UIG إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام لتعزيز حركة الصادرات والواردات العالمية والعمل على ربط الميناء بستة موانئ إقليمية ودولية. الخدمة تهدف إلى تعزيز تنافسيات الموانئ السعودية وزيادة قوة ربطها بموانئ الشرق والغرب لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث. يسابق الكونغرس الأمريكي المنقسم الزمن للاتفاق بشأن تشريع ضخم للإنفاق لتمويل برامج الدفاع والأمن الداخلي وغيرها حتى يتسنى للمشرعين إقرارها قبل مطلع الأسبوع لتجنب إغلاق جزئي للحكومة. ومن المتوقع أن يغطي التشريع حوالي 3/4 الإنفاق الحكومي التقديري، بينما تلوح مزيد من المعارك السياسية في الأفق مع استمرار نمو الدين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار. تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن تقدم الولايات المتحدة حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار على الرغم من تعثر بلاده الحالي في مجلس النواب. And that President Biden is fighting for every day the $60 billion that the Senate has passed on a bipartisan basis, and now we're working with the House to pass. وخلال زيارته المفاجئة إلى كييف، قال سوليفان: نحن واثقون من أننا سننجز ذلك وسنحصل على هذه المساعدات لأوكرانيا. في الفقرة التكنولوجية، هجوم إلكتروني على مفاعل ديمون الإسرائيلي وحاسوب من نوفا نورديسك يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية وتشخيص الأمراض. أعلنت مجموعة أنونيمس نجاح قراصنتها بسرقة وثائق من المفاعل النووي في ديمونة الإسرائيلية ومحو بعض المعلومات الموجودة على أنظمة الحاسوب التي اخترقوها. نشرت المجموعة 7 جيجا بايت من المعلومات المهكرة من ضمنها رسائل البريد الإلكتروني ومعلومات من مركز الأبحاث النووية، ومن غير المعروف مستوى حساسية المعلومات المنشورة. ورغم خطورة العملية، أكد القراصنة أنها نفذت دون الإضرار بأي مدنيين، والهدف منها هو دعم الفلسطينيين على خلفية الحرب في غزة.
نشر إيلون ماسك عبر حسابه على إكس لقطات فيديو للشاب نولاند أربو المصاب بشلل نصفي، وهو أول شخص استخدم شريحة الدماغ التي طورتها شركة نورالينك للتحكم في فأرة الكمبيوتر ولعب ألعاب الفيديو فقط عن طريق التفكير. وتستخدم تقنية نورالينك روبوتاً لوضع واجهة دماغية حاسوبية مزروعة جراحياً في منطقة من الدماغ تتحكم في نية الحركة، وهي مكونة من شريحة كمبيوتر متصلة بخيوط مرنة صغيرة يتم خياطتها في الدماغ بواسطة روبوت يشبه ماكينة الخياطة. وقعت مؤسسة نوفو نورديسك وشركة الحوسبة الفرنسية إيفيدن عقداً لبناء ما وصفته بأحد أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم، وسيكون جهاز قادراً على معالجة كميات هائلة من البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسيوفر إمكانيات غير مسبوقة لتسريع الاكتشافات العلمية الرائدة في الأدوية وتشخيص الأمراض وعلاجها. ومن المتوقع أن يكون الحاسوب العملاق جاهزاً للمشاريع التجريبية قبل نهاية العام الجاري. في فقرة المنوعات، تسجيل 79 حالة وفاة وأكثر من 120 ألف إصابة بحمى الضنك في الأرجنتين، وفيل غاضب يتهجم على حافلة سياح في جنوب أفريقيا. سجلت 79 حالة وفاة وأكثر من 120 ألف إصابة في موسم 2023-2024 حتى الآن في الأرجنتين نتيجة تفشي ضخم لحمى الضنك في نسبة حطمت الأرقام القياسية السابقة. وحمى الضنك هو مرض ينتقل في طريق البعوض ويمكن أن يسبب الوفاة، ومن بين أعراضها ارتفاع شديد في درجة الحرارة وصداع وقيء وطفح جلدي وألم في العضلات والمفاصل يمكن أن يكون شديداً للغاية لدرجة تسميتها بحمى تكسير العظام، وقد تسبب في بعض الحالات بنزيف قوي قد يؤدي إلى الوفاة. نشرت وزارة الخارجية اليابانية مشجعي منتخب بلادها لكرة القدم عدم حضور مباراة كرة القدم مع كوريا الشمالية التي وصفتها بالعدائية تجاه اليابان، ونصحت الخارجية اليابانية عامة الناس بعدم السفر إلى هناك. ويسود التوتر العلاقات بين البلدين بسبب برنامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية، وكذلك قضية التعويضات عن الاحتلال الياباني القاسي لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945. تهجم فيل غاضب على حافلة مليئة بالسياح ورفعها بأنيابه وضربها بقوة على الأرض وسط صراخ وبكاء الركاب، وذلك في لحظات مرعبة وثقتها كاميرات أحد الأشخاص في حديقة بايلنزبرغ الوطنية بالقرب من جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. وسمع في الفيديو أيضاً سائق الحافلة يصرخ بصوت مرتفع على الفيل ليبتعد، بينما كان الفيل يضرب جانب شاحنته المفتوحة.